صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدين ومشاهدات. كنت عملت واحد الحلقة على المأكولات والحلويات اللي ما فيهمش الجلوتين. اليوم عرضت على واحد شابة غزالة، مادموزيل فاتين رحو، اللي اختصاصية في صناعة الحلويات والملاحات ما فيهمش الجلوتين، وكثرتو درست في فرنسا وفي سويسرا، ودرت عام ونص وهي تتعمل لي زيكسبيريونس اختبارات باش تخرج لنا، حيت تيقوا بيا باش نقدروا نجبروا هاد الحلويات ما فيهاش داك الالاستيسيتي ديال الجلوتين، راه ماشي سهلة. اذا وحلت محل في الدار البيضاء، وان شاء الله غادي تحل في محلات اخرين في البلدان في المغرب ان شاء الله. فاتين مرحبا بك. شكرا. شكرا ماريا، مرحبا بك. الوغ فاتين، كيف عملتي، كيف يعني جاتك حيت قريتي لا باتيسري اللي فيها كل شيء، وعلاش تخصصتي في لو سون غلوتين؟ الوغ انا فعلا قريت لا باتيسري العاديه، هي اللي كنقراو في جميع المدارس الباتيسري، ولكن مني وصلت باش ندير هذا المشروع ديالي تصاب الزوج ديالي عنده مرض ديال الغلوتين وما يقدرش ياكل الغلوتين، وداك الشيء اللي عطاني الفكره باش ندير المشروع ديالي في بالاختصاص في المواد بدون غلوتين. وفي المعيشه ديالنا لقينا المواد ديال الباتيسري ديال الخبز، الباتيسري الحلويات البلديه ما كايناش في المارشي، دونك قلت علاش لا ما نديرهاش انا لراسي. وتنأكد بان المحل ديالها فيه غير سون غلوتين، يعني ما تنجبروش الحلويات المملحات اخرى. الوغ انا تنحاول نعمل، درت واحد ليميسيون كيف قلت، دوزت توت اون سواري باش درت غير هاد لي بيتي، هاد لي بيتي سابلي. الوغ كيف تتعملي، كومون تو في باش هاد تيجيوك هكذا لا بات فيتي ما تطلعليش، كيف عملتي، وين انواع ديال الطحين اللي اختاريتي فاتين؟ كي قلتي ماريا، دي كانت خدمه ديال عام ونص تقريبا، وحنا خدامين على الطريقه باش نلقاو كيفاش الطحين اللي ماشي هو الطحين العادي، طحين بدون غلوتين، نخرجوا هاد المواد كاملين. ولقينا بان نقدروا نزيدوا على الطحين بعض المواد اللي هما مثلا القومه ديال الكوار والبسيليوم، اللي هما مواد اللي غيعطيونا ديك الالاستيسيتي اللي ما كايناش في الطحين بدون غلوتين. اي واحد اللي غيجرب غيلقى راسو عنده خلط شويه معجن شويه ليكيد ما يقدرش يجمعه، مثلا واحد اللي حاول يدير الخبز، الخبز بحال هكا مثلا ما غيقدرش يدير خبيزه دايره، حيت غيلقى العجينه ديالو شويه ليكيد والطحين ما كيجمعهاش. دونك ملي كنزيدو هاد المواد كيولي شويه بحال الخميره، غتجمع لنا ديك الطحين ديالنا وغتخلينا ولكن كيف تنقولوا في الفرنساوي سي تري فيسيو، الا زادت غير نص معلقه من هاد الماده كثرتو البسيليوم، بعدا تنقولوا في الفرنساوي سيرامي دو كولون، يعني تساعد الامعاء ديالنا. اذا الناس اللي عندهم لي مالادي سيلياك مزيان لهم. ولكن كنت ذاك المره قلتي لي ولو الا درتي نص معلقه زايده ولا ناقصه داك الشيء ما تيجيش، ما غيصدقش، يعني بحال دي بريباراسيون شيميك، يعني بحال دي بريباراسيون شيميك. هي لا باتيسري والخبز هما راه شبهوا بزاف لا شيمي، حيت خصنا كل حاجه اللي غنزيدو في لا روسيت خصنا نزيدوها بالعبر ديالها وداكشي بالغرام. والمذاق، والمذاق تقريبا، المذاق تقريبا ما غيكونش فرق كبير ما بين الحاجه اللي بدون غلوتين والحاجه اللي عاديه. خصوصا في الخبز كاين عندنا بعض الكليان كيجيو لعندنا وكياخذوا الخبز بدون غلوتين وما راه ما كياكلوش الغلوتين، كيقول لنا المذاق ديالو كيعجبنا. الوغ جبتي لي ثلاثه الانواع ديال لي فارين، دونك شنو هادي؟ الوغ عندنا جبت ثلاثه لي فارين باش نعطيو واحد ديال الحبوب تنقدروا نصاوبهم حتى في الدار. هذه فارين ديال الايلان، دونك الناس كيعرفوا مزيان الايلان. هذه فارين ديال الذره، هي الرخيصه اللي كنلقاو في المارشي. وهذه الفارين ديال الساغازا، هي كتكون شويه غاليه ولكن هي جد جيده، لان فيها بزاف المواد الصحيه اللي غنلقاو في هاد الفارين، ولي برودوي اللي غنصوبو بها غيكونوا فريمون جيدين. دابا غتقدمي لنا فاتين شنو وجدتي لنا باش توري للمشاهدين شنو نقدر نوجدوا. نبداو بالخبز، هذا بان دو مي هو كنصوبوه بطحين ديال الرز وطحين ديال الذره، كيجي خفيف وزوين للفطور بحال بان دو مي عادي اللي غنقدروا نشويو وغيصبر. تري بيان. من غير البان دو مي عندنا ثلاثة الخبزات هنايا، انواع عندنا خبزه هنايا ديال الايلان، ديال الكتان، ديال الايلان، هذه ديال الايلان، هذه ديال الايلان، الخبز ديالنا فوالا، الخبز ديالنا ديال بحال ديال الدار، هذا الخبز ديال الكتان، نحلو حتى هو باش نشوفو. الوغ الخبز ديال الكتان حنا كنصوبوه بالطحين ديالنا، كيتصوب عندنا في لو لابوغاتوار ديالنا،
pour avoir un meilleur résultat. Ou هذه قريشله. قريشله مسوسه. قريشله عاديه. عاديه. نحلوها باش نشوفوا. دونك حتى الدراري اللي عندهم هذا المشكل يقدروا يعملوا دي همبرغر. اكزاكتومون. بيان سور من غير هذه الاشكال عندنا اشكال اخرين في لاباتيسري. دونك عندنا هنايا دي كريب. عاديين بالبيض هادو قلتي لي حتى السكر تيكون ناقص والماده الدسمه تتكون ناقصه. مني درنا هاد المشروع قلنا بان من غير لو غلوتين اللي غنحيدو من الباتيسي ومن الخبز غنحاولوا نحيدوا ما قدرنا في السكر ولا ماتيغ غاس باش حتى الواحد مني غياكل يرجع داك الشيء صحي وما ياكلش ويبقى يبقى يقول كل شيء ضراني. نمشيو بالحلويات. الحلويات لي غاتو هانتوما تتشوفوا سي دي غاتو فوالا بحال باتيسخي اللي كنلقاو في الباتيسخي. دونك قلتي لي حتى المواد اللي تتعملي بحال الشكلاط بحال هذاك تيكونوا حتى هما ما فهمش تترد البال تتقرا ديما لا كومبوزيسيون حيت بعض المرات تتكون داك لا كومبوزيسيون في بعض المواد الكيماويين اكزاكتومون ماتيغ شيميك. و حنا اش كنديروا بور اسيغي الكليان ديالنا بان غياخذ ان برودوي لي 100% سون غلوتين كنعيطوا لي فورنيسور ديالنا باش نعرفوا بان ما عندهمش لو غلوتين في لوغ برودكسيون وما عندهمش لو غلوتين في لي ماتيغ اللي غيستعملوا في برودوي ديالهم كون الشكلاط ولا لو سكر حتى نعرفوا الناس اللي عندهم لي مالادي سيلياك حتى داك الطحين باش تطحنوا الا كان فيها الطحين صافي تيوقع لهم مشاكل. دونك الناس ما محرومينش حيت عندهم اوسي لا فيانواز غير بان شوكولا بان شوكولا كروسون زاموند وشناك وشناك تبارك الله عليك. الوغ نمشيو للحلويات ديالنا المغاربه. الوغ هذه زعما هذه كيف درتيها هذه عييت ولو عطيتيني لي تويو امبوسيبل. دونك كابغزال ديالنا بشاد اللوز مصوب وما فيش سكر بزاف وديبيتي والبيسكوي كونفيتور. الوغ لا كونفيتور كونفيتور ميزون حتى هي ميزون سان غلوتين سان غلوتين لا كونفيتور بعض المرات حتى هي كيكون ديال الغلوتين. دونك داكشي علاش كنصوبوا واحد تبارك الله عليك. الوغ ما غنساوش رمضان مبارك هو جاي. دونك تديري ما جبتيناش محنشات اليوم ولكن ضغط المحنشه ديالك هائله وتدير كذلك. الوغ شنو في بريواز ديال اللوز الشباكيه ديال اللوز ساهيه وتتعملي لا فورم هي هذيك زعما اللي يشوفها ما يقولش زعما واعره في الخدمه. ماشي انا ما تنقولش المذاق المذاق تيقو بيا لذيذ يعني سي تري بون سي اكسيلون باردون مي هذا هي سي سور الخدمه ديال الشباكيه سون غلوتين ماشي بحال واعره هذه انا يعني جو لو كونفيرم وخا الناس سلو ديال سلو سون غلوتين وما فيش سكر بزاف ما فيش سكر تاخذ داك الذوق ديال اللوز وداك الشيء. غادي ندوزو للمملحات. المملحات دونك حتى هما تنقدروا نديروهم سون غلوتين. دونك شنو وجدتي لنا هنا فاتن؟ عندنا بيتزا عندنا دي كيش. الوغ بيتزا دي كيش عندنا بستيلا بستيلا الوغ برافو باسكو الورقه ميم لي فيو دو ري ماشي ساهلين باش نصاوبوهم. درتي كيش عندنا كيش صومون كيش وليغوم ودي بيتي شوسون تا هما اللي كنصوبو الرمضان الناس يقدروا يحطوا مع الطبله ديال الفطور. فوالا إيه بان تنشكرك بزاف فاتين. ان شاء الله هي عندها محل في الدار البيضاء وان شاء الله غادي تحل حيت خص ان شاء الله الناس تنقولوا تنقولوا سي تان فينومين مرض ماشي فينومين مرض حيت هذا المرض موجود من شحال هادي. تنشكرك بزاف عاد. الوغ فاتين شويه فنانه حيت تلعب ادوار في التلفزيون ممثله ولكن اليوم جات ك اختصاصيه في الماكولات سان غلوتين. ميرسي بوكو فاتين شكرا مريم شكرا على الاستقبال.